أنا التلميذ الشرطي باسل حسين من مرتبات مدرسة الشرطة بحلب رقم 128545 دورة أفراد 119 قائد الدورة الرائد علي يونس مدير مدرسة العميد عبد الرزاق علي صالح. أنا ومجموعة من رفاقي نعلن انشقاقنا عن قبل أمن الداخلي ونعلن التحاقنا بثورة سورية وعاشت سوريا حرة أبية. التلميذ الشرطي مازن علي العلي 129-169 التلميذ الشرطي فارس 125-115 التلميذ الشرطي قصيل أحمد 129-143 التلميذ الشرطي عزام المطير 128-990 التلميذ الشرطي إبراهيم 128-450 التلميذ الشرطي سامي شحاتة 128-203 التلميذ الشرطي أحمد العلي 129-290 التلميذ الشرطي أحمد العلي 128-395 التلميذ الشرطي منزل الثلجي 129-390 التلميذ الشرطي عبد الحميد احمد حسن 128-887 التلميذ الشرطي عبد العزيز 110-450 التلميذ الشرطي عبد الكريم حسين 128-242 عاش سوريا.